كل يوم بتصرف 10 و12 و10 و12 و20 و50. كل يوم نحن على اصابعنا هنالك نبكي ونتوجع ونتلوى ونحزن ونكبر. صحيح هم يريدون ذلك، ولكن نحن ايضا نعلم شيئا اخر، نعلم ان الشعب الذي ليس له قبور ليس له بطل. لهذا من هذه المدرسه نرسل الى ابنائنا الاحباء في القبور كل محبتنا واحترامنا، فهم الاساس الذي عليه نبني هذا الوطن العظيم ان شاء الله. وطفل لا يجوز لنا ابدا ان نتركه يتالم ويتقطع ويتالم ويحرم عن مسيرته الوطنيه. كيف نجعله يفكر في الحياه ويحب الحياه؟ ان تخلق له الفرح. المدرسه تبني وطنا رغم ما يشاءه لنا الاعداء، وطن فيه قوه الانسان المصمم على البقاء، ولهذا يبذل الجو سليم ويزوج الجو شابا او يستقبل طفلا في الصف السابع والثامن والثالث والعاشر. هذه هي الايه السابعه. ما تطلعوش قديش انتوا يعني قراءة اعداء قديش العدد اللي حاضر اعداء ولا الاطفال، لكن انظروا كيف تدير المدرسه سياسة الرقم. انظروا كم طفل سيرقص فيغني ويتحدث ويتعلم وطنيته من خلال كلمات وتبكات ورقصات وسرور وتمثيليات. هكذا طفل تبنى الرقم. انا احمل الصف السابع لانه بده يدخل في الصف الثاني، هو مش بس الناس الخاص السابع، لا احنا ما بنلاقيش خاص السابع مرور، احنا بندخله بالثاني لانه بنروح الصف السابع على الصف السادس، وهكذا نفرح بانه المدرسه جنباتها تتوسع كل يوم، وهذه المدارس الاطفال دائما مزدهره مندفعه الى الامام، عارفه اين ستذهب، ولذلك ترسل في الطريق، ترسل في الطريق. يوم من الايام انا وانا شاب حبيب صغير كتبت بيت شعر او كنت احكي باشياء طبعا كنت بسيطه حافظ الفكره. لما يوم من الايام نحن الفلسطينيين من الشتات، اذا عرفنا كيف نربي ابناءنا في الشتات او تحت الاحتلال، أن نربيهم تربية جيدة بدل ما الابن يكتب في سجن أمين، بدل ما إحنا كأطفال أو كرجال نستقبل أسماء أولادنا ونسجل أولادنا معنا. الزمن هذا الذي نحن فيه أولادنا هي التي تلفظ وجودها على الأرض وتستقبل بها الخارج أباءها وأمهاتها وتسجلهم في جنازات سفرهم كأطفال. ولهذا سعيد حبيت ابنه يسجل اسم أبوه في سجل الولد، مش سجل الولد في سجل أبوه، ولكن الأب سجل في سجل ابنه، لأنه الذي يصنع الوطن الذي يصنع هذه الدولة مش احنا اللي كنا في الشتات، ولكن ابناءها هؤلاء اللي احنا نحن على تربيتهم تربيه حقيقيه. وهنيكم وهنيك اولياء الامور وهنيك الشعب.
Thank you.
Thank you.
Pegaram o valor, mas Jesus. Pegaram só as pessoas, para o nascimento. Entalhem-na, mas se sabem que não há uma lá de Constantino. Thank you.
الخليجية أن تصعد إلى مستوى فرقة المدرسة الأساسية في الكام كوريدور. قبل سنتين كان في مهرجان بالقاهرة جمع كل الشباب العرب من 22 دولة، وراحوا هدول الشباب من 22 دولة على مصر على القاهرة، وقدموا هناك مع الطلائع مسابقات للفنون والفولكلور المدني الشعبي. كل دولة كانت تقدم راحوا 22 دولة ليقدموا، كل دولة تقدم فولكلورها الوطني. ومن فلسطين ايضا طلعت فرقة الفنون من مدرسة البطريركية. احنا مثلنا فلسطين في الفنون الشعبية الوطنية في الدولة. وهناك التقى شبابنا واطفالنا مع 22 دولة جايبين يعني فرق كلها جايبين فنون والفولكلور الشعبي. فهذول الاطفال جزء من هذا الشباب، بنمرنهم ورقصوا بغنوا، شوفوا الفرح اللي بعينهم اكثر ما تشوفوا قديش يعني هم يعني تبقوا متخصصين. الفرح اللي بعينهم، الفرح اللي باجسامهم، هذا اللي لازم نراه احنا. وان شاء الله انه في المستقبل يكون منهم من يمثل ايضا شباب فلسطين في دول اخرى. السنة هاي بدنا نطلع من المدرسة 30 طفل يمثلوا ولاد فلسطين في النمسا، يروحوا على النمسا في بداية شهر 7، يمكن من 5/7 إلى 25/7. وفي شهر 7 أولادنا من هاي المدرسة بيروحوا على النمسا، ولكن بدهم يدركوا بس بدهم يدركوا الصحيح من هذه الأولوية، بحققوا فعلا نشاط ودعاية لبلدهم فلسطين. هذه الطريق يا أبنائي، وإنما هي بداية الطريق. الصف السابع لا يعني بأي شكل من الأشكال إنه ختمنا، ولكن عندما تتسلم الشهادة يعني هناك في ناس تستنى فيه انه تجيب دائما شهادة احسن من الشهادة اللي اخذتها. وانا بس بعمل الان بحضركم للامنية اللي في قلبي وفي قلب اهلكم، انه يوم من الايام على راسكم طربوش ولابسين روب طويل تتخرجوا من الجامعة أحسن طلاب وأجمل طلاب في فلسطين. أحمد زياد سليم الخطيب. إسلام هاني سعد الله. إسماعيل خالد إسماعيل.
مع المدرسة بتقول أحبك وأشكرك يا مدرسة العملاقة مدرسة البطريركية اللاتينية أو مدرسة العائلة المقدسة. أنا الطالبة شيماء منذر خلوص الحياة الصف السابع الأساسي للعام الدراسي 2002-2003. هي شكرا الساعة المدرسة بتجاوبها بتقول أنا غرستك أنظر زيتونة في أرض فلسطين وتجلى لي وكوني طالبة من شعبي. عبد الرحيم نبيل عبد الفتاح صلاح الدين شهرة المنطقة مصطفى نهر ومصطفى الحداد الدين بشير ناصر خالد وديع زكي وديع الشوق وهيبة رساتو محمد المدهول Thank you.
عود إيمان عود جدة. كمان خالد رفيق عبده. دار الرفيع محمد أبو صالح. ليلي الياس يا لطيف. محمد تركي حمادة أبو حسين. محمد حسين يوسف أبو رادة. محمود محمد محمود المصري. مصطفى رياض عبد الحي الغريم. مصطفى عفيف مصطفى ناصر. يرندا حنكاي حداد.